بنات، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بديسير تاع زمان تفكرني انا شخصيا بالطفوله. سهل جدا، فيه مكونات بسيطه وتتوجد بسرعه. هاد المكونات موجودين في اي بيت. نتمنى من الله تجربوه وغادي يعجبكم. عشاق الحامض، اللي تيعشق الحامض هاد الديسير ديالكم. المتنظن اللي ما عمرو جربه غادي يجربه وغادي يعجبو هاد التحليه، لحقاش سهل التجربه. غادي نشدو ميكسور وغنديرو فيه ايترو تاع الحليب. ايترو تاع الحليب يكون عادي بارد، عادي تاع الثلاجه. وغادي نديرو فيه كاس لاروب تاع السنيده، وغادي نزيدو نديرو فيه كاس عامر تاع الحامض هو الاساس. وغادي نديرو فيه جوج فرماجات. هاد جوج فرماجات اختياريين، يعني ما عندكش في الدار ماشي مشكل. هادو غير زدتهم لحقاش هاد التحليه تاع زمان، يعني ما كانوش يديروا الفرماج، كانوا يديروا غير الحامض والسكر والحليب. هادي غير اضافه، يعني اضافه. وانا بصراحه كنت بغيت ندير فيه حتى فاني، ولكن في هاد اللحظه ما كانتش عندي الفاني. يعني حتى الفاني اللي درتوها حتى هي تجي زوينه، يعني تعطيها نكهه زوينه. فهاد دابا خصو هاد الميكسور يعني طحنوا داكشي مزيان حتى تخلط لكم داكشي، كلشي يتخلط مزيان. الا لاحظتوا انا هاد في هاد اللحظه راني تنوجد الكويسات اللي غادي ندير فيهم هاد التحليه. لحقاش التحليه من الميكسور صافي خصك تبداي تخدمي بها، يعني ما تخليهاش زعما ترتاح ولا. انا عندي هاد الكويسات، مهم ماشي ضروري يكون عندكم نفس الكويسات، يعني اي كيسان. غير الكيسان اللي درت انا درتهم كبار، يعني اللي كلا واحد ما يبقاش مازال يعاود صافي. مهم درتهم كبار، غادي نقادهم كاملين في الكويسات كيف ما تتشوفوا. وكويسات كما قلت لكم يكونوا اختياريين، يعني الفورمه اللي عندكم وعلى حساب الناس اللي عندكم وعلى حساب شحال بغيتوا ديروا في كل كاس. لحقاش هذا راه هز ما شاء الله خيرات ربي. واللي بغيت نقول لكم البنات، يعني ملي غديروا هاد التحليه ماشي تقولوا زعما بغينا نزربو، يعني محتاجين لها بالزربه خصنا ندخلوها للكونجيلاتور. لا، ما خصهاش تمشي للكونجيلاتور، لحقاش الا مشات هادي غير معلومه. الا بغيتي تمشي دخلتها للكونجيلاتور غتكونجيلا داك الحليب، غيتكونجيلا هي، خاصها تدخل الثلاجه على خاطرها شويه عليها من 3 حتى 4 السوايع، يعني تبقى في الثلاجه عاديه. واهم حاجه كيف ما تشوفوا انا هادو عندي ليهم يعني مغطين تيتغطاو. اللي ما عندكمش الغطاء تاع فين غادي ديروا داك التحليه، ضروري البنات ما تغطوها بالسلوفان، ما تخلوهاش عريانه في الثلاجه، غطوها بالسلوفان ودخلوها الثلاجه. الا كنتو محتاجينها الليل ديروها مع الصباح، كنتو محتاجينها للغد ليه. المهم خصكم ديما ديرو 3-4 سوايع انها تاخد حقها في الثلاجة. انا هنا تنسد وتنتأكد بلي راهي مسدودة مزيان، يعني خصكم تأكدوا، يعني حتى الا درتو السلوفان حاولوا تسدوه مزيان. هنا في هذه اللحظه راهي خرجات من الثلاجه، شوفوا كيفاش دايره بحال رايب، ولكن هي راه ماشي رايب، راه غير التحليه، يعني عاقده وشاده، شاده في راسها، يعني ما فيها لا دقيق لا حتى شي حاجه غير بهاد المكونات اللي درتهم قدامكم. عاقده وتنحاول، يعني تنحاول انا نوريكم زعما راهي شاده. البنات الفكره تاع باش غادي تسوقوها، انا المهم داكشي اللي كان عندي غير فريز وهذاك اللي في خوي الحمرين، وكان عندي الاناناس، وعاد كان عندي اللوز مهرمش كاراميلاتو هو اللي كان عندي. نتوما ديروا فيها اللي بغيتو، يعني انا تعجبني حتى هكا بيضه، يعني ماشي ضروري انكم ديروا هاد اللي في خوي. يعني تقدروا ديروا البنان فوق منها، تقدروا ديروا الاناناس، لافوكا، اي فخوي عندكم. تقدر هي تجي زوينه حتى بالكاناج تاع الشوكولات،
يعني اللي عنده وليداتهم باش زعما الدراري هما ديما تيمشيو مايلين الشوكولات. الا بغيتو وليداتكم زعما ما ياكلوهاش هكا بيبي فخوي، ديروا لهم الكاناش تاع الشوكولات فوق منها، حتى هي تجي زوينه. غير هي البنات الا درتو الكاناش تاع الشوكولات ضروري خصكم تعاودوا ترجعوها للثلاجه، ماشي بحال هادي. هادي صافي غادي تسربه غادي تكال، يعني واجده. اللي فخوي حتى لافوكا كيف ما قلت لكم، الاناناس، اي حاجه، الفريز، اللي عندكم اللي موجود ديروه، وسهله البنات سهله. المهم تنزين هكا، تنزين عشوائيا، راه ماشي زعما يعني تزين عشوائي. هنا غادي ندير فوق من هذا بداك اللوز مهرمش. تقدروا ديروا فوق منها حتى البيستاش الا عندكم البيستاش، غير اللوز يعني اللي بغيتوا ديروه تيجي، حقاش هو الفوق تيكون عاقد. اللي درتو الكراميل ولا كان عندكم حتى الكراميل تا هو تقدروا ديروه فوق منها. المهم هي الفكره، يعني الفكره وانتم اللي كان راك ديروه. دابا التحليه ديالنا قربت سالة، نتمنى من الله انها تعجبكم